خلاص حرام. حسبي الله ونعم الوكيل، النصاب الحرامي. هات يا خلاص خلاص خدها. بصوت بقى هي على فيها ايه الشنطه دي؟ لقيته؟ كتر خيرك والله مش عارف اشكرك ازاي. الشنطة انا اديها الشنطة قال اي نعم ما كنتش محسوبة لها بس رزق جالك عماد. سلام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، كان مستخبي لي فين ده كله يا رب؟ عامل ايه دلوقتي؟ دي فلوس العملية. ابن الذين هو ده يا احمد، هو ده هو ده اللي خد منه الشنطه. سيبه هو ده ابن الذين ده بس. هات التليفون يا هات الحاجه اللي معاك يا قلب. يلا يا احمد سوبا يلا. بس عاش لنا يا عبد، بس احنا خلصنا على الواد ده، خدنا حقنا وزيادة كمان وعملنا معه الصح. انا عامل الراجل اللي قلت له حرام. تعالى بس تعالى يلا. لو امري لله فوت امري لله فوت امري لله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولاد الكلب هذه اخرة الحرام، حتى تليفوني سرق. طب اروح اعمل محضر وقال لهم انا كنت سارق شنطة واتسرقت. اه الكلب يا حرامية. اقول لك ايه؟ اقعد لازم اقف على اول الشارع. طبعا تفتكر البت دي بلغت عننا؟ اكيد ما لحقتش يا عبده. هتبلغ ايه؟ وبعدين حتى لو وقفنا نقول لهم الشنطة دي بتعمل بتاع اختنا يعني؟ لا 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 احنا نشيل الحاجات دي. طب استنى بس، انت معاك اي حاجه في جيبك تخليهم يشكوا فينا؟ لا ما معيش اي حاجه، وانا ما معيش غير السجاير والبطاقه، وهم ما يمشوا بنيجي ناخدهم. ماشي ده بقى بسرعه بقى ما حد يلمحنا، المخبر عمال يلف شمال ويمين. يا عم بسرعه يا عم خلاص بقى اهو امشي. يا رب عوض عليها يا رب. مفلس ولا معايا ولا جنيه. عارفة حظي نايل دايما في كل حاجة. ايه ده؟ شنطتي شنطتي الفلوس الفلوس الحمد لله يا من تكريم يا رب. تليفون ايه ده؟ مين ده؟ الحمد لله ألف وحمد شكرا. ايه يا ابني؟ يا عم هو حد بيخبط على الباب كده؟ يا عم احمد في ايه؟ اللجنة مشيت يلا نلحق نجيب المصلحة. تأكد يا عم يلا مفيش وقت. يلا انجز يا ابني. ايه ده؟
الحاجه فين؟ لا الحاجه راحت فين؟ ما تعملش عليا اللي انت جاي تندهن وخدت الحاجه وخلعت. بص عبدو. بقى يا زميلي احنا كده على نور، الحاجه دي ما حدش يعرف مكانها الا انا وانت. طالما انت بدات بالشك يبقى انت اللي واخد الحاجه. لا انت اللي واخده يا عبد، انت اللي واخدها يا عبد. اسمع اللي بقول لك عليه، انت اللي واخد الحاجه دي. انا ما اتحركتش من البيت يا احمد، انت جاي لسه مصحيني من البيت دلوقتي. على اساس يعني ان انا اتحركت من اخر مره كنت معاك يا عبد فين؟ ما حدش يعرف المكان ده الا انا وانت. طيب ليه ما تقولش ان انت اللي خدتهم؟ انا اللي خدتهم يا احمد. ايوه طب ما ليه بتشك فيا؟ انت اللي واخدهم يا احمد. يعني وحشه ليك وحلوه ليا انا صح؟ اه الشك جاي عليك، ما انت اللي جاي ده اهو يا عم عبده. مش انا بقولكم باشا ما خدتش حاجه والله ده هو. انا مكان يوم عجب بشك الحمد لله ان انت بتجيبي، بس بعد تعب. اه بس التليفون ده انا لازم ارجعه لصاحبه، مش بتاعي وانا ما قبلتش حاجه حرام ابدا. طب بس الشنطه دي زي اللي رموها كده في الارض، خبوها ولا رموها؟ لا ما كان لو رموها كانوا خدوا منها الفلوس. في حاجه يا رب بقى حد يتصل على التليفون دوت علشان حد ياخده. فعلا يا رب اهدى، انا مش قادره تعبت نفسي انام. اه